بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثاني السنة، وإن شاء الله النهاردة ريفيجن على فوكاب يونت 1 2 من كراسة تقييمات جيم، وأهم الأسئلة على يونت 1 2 على الفوكاب. وإن شاء الله انتظروا حلقة الجرامر. بالنسبة للفوكاب، amount يعني مقدار أو كمية، amount، celebrate يعني يحتفل، celebrate، CBR cardiopulmonary resuscitation اللي هو عملية الإنعاش الرئوي، eat out يأكل بالخارج، get together يتجمع أو يتقابل، get together. عندنا infection يعني عدوى، infection عدوى، occasion يعني مناسبة، occasion، perform يعني يقوم أو يؤدي، perform، prepare يعد أو يجهز، prepare، react يتفاعل أو يقوم برد فعل، serve يخدم أو يقدم طعام، serve severe يعني شديد أو خطير، severe. تكنيك طريقة أو أسلوب، traditional يعني تقليدي. عندنا فوكاب خاص برضك باليونت، ناخد بالنا من achieve يحقق أو ينجز، act يتصرف أو يمثل، advertisement إعلان، allow يسمح، area منطقة، athlete رياضي أو شخص، athletic يعني شخص رياضي، attractive جذاب، bandage ضمادة، bleed ينزف، bleed، blood يعني دم، boost ينعم أو يعزز، boost، breathing التنفس، brilliant بارع أو رائع، brilliant، celebrate يحتفل، celebrate، cell خلية، champion يعني بطل رياضي، championship يعني بطولة، championship، chest يعني صدر. عندنا بيز أساسي، بيز، بيف لحم بقري، بيف، بيهيف يتصرف، بيهيف، بليف اعتقاد، بليف، تشيست قلنا صدر، تشوبستيك عصا الأكل الصينية، تشوبستيك، كولابوريشن تعاون أو اشتراك، كومبليكيتد يعني معقد، بتسوي كومبليكس يعني معقد، confuse يربك، confuse، consider يعتبر، course مقرر أو منهج، design يصمم، diet نظام غذائي، disease مرض، distant بعيد، educate يعلم أو يدرس، جمع education التعليم، else آخر، emergency services خدمات طوارئ، emergency services، encourage يعني يشجع، lung يعني رئة، major رئاسي، major، menu قائمة طعام، menu، muscle يعني عضلة، muscle، native يعني أصلي أو محلي، native، normal يعني طبيعي، old fashioned ذو تراث قديم، old fashioned، operation عملية، options اختيارات، options، ordinary يعني عادي. عندنا organ يعني عضو بالجسم. أيضا باقي الفوكاب، encourage يشجع. عندنا event يعني حدث، examination يعني فحص أو اختيار، examination، executive director يعني مدير تنفيذي، executive director، exist يوجد، extract مقتبس، festival مهرجان، first aid إسعافات أولية، flat مسطح، gather يعني يتجمع أو يجمع، كفير بفعل يجمع، heart center مركز قلب، immune system الجهاز المناعي، perfect يعني مثالي أو كامل، performance أداء، persuasive يعني مقنع، pioneer يعني رائع، رائد، pioneer، pleasure يعني سعادة أو السرور، press يضغط، press، productus منتجات، productus، prohibition منع أو تحريم، protect يحمي، bump يضخ، questionnaire يعني استبيان. عندنا improve يحسن، improve، include يضمن أو يتضمن، injury إصابة، instructions تعليمات، introduce يقدم، kit يعني عدة أو طقم أدوات، kit، label ملصق أو يضع الملصق في مكانه، label، rare يعني نادر، rare، recent يعني حديث، regular منتظم، relatives أقارب، respect يحترم، respond يستجيب، responsibility اللي هي المسؤولية، separate يعني ينفصل أو منفصل كadjective، share يشارك، sign علامة، skill مهارة، special خاص، sudden مفاجئ، suitable مناسب، support دعم أو يدعم، surface يعني سطح، survive يعني ينجو أو يبقى على قيد الحياة، trophy يعني كأس، turkey ديك رومي، unfortunately لحسوء الحظ،
unfortunately vertically يعني عموديا، عكسها horizontally يعني رأسيا، wrap wrap يعني يلف أو يغلف wrap. بالنسبة لل expressions، أهم ال expressions في unit 1 and 2، achieve a great deal of، يحقق قدرا كبيرا من، achieve a great deal of، achieve a great deal of. Around the country حول البلد، around the country، around the world حول العالم، at any time في أي وقت، at any time، at least يعني على الأقل، by that time بحلول ذلك الوقت، by that time، do an action يبقى كلمة action بيجي معاها do، do an action، do CPR، كلمة CPR بيجي معاها do أو perform، do أو perform CPR. Do sport يمارس رياضة، get better يتحسن، get better، get ill يصاب بمرض، get ill. Go abroad يسافر للخارج، abroad، abroad الخارج. Have an infection يصاب بعدوى، have an infection. Have the flu يصاب بإنفلونزا، have the flu. In the first place في المقام الأول. Make noise يحدث ضوضاء، make noise. Make notes، make notes يدون ملاحظة. Make sure يعني يتأكد. بالنسبة عندنا ل do the course، do the course يدرس منهجا تعليميا، do the course. fall asleep ينام، fall asleep. feel strong and healthy يشعر بالقوة والصحة، feel strong and healthy. find it hard to، find it hard to، وبيجي معاه المصدر. for example على سبيل المثال، get ready يستعد أو يجهز. perform a play يمثل مسرحية، perform a play. show respect يظهر احترام. sound nice يبدو لطيفا، sound nice. sound perfect يبدو رائعا، sound perfect. stay healthy يبقى بصحة جيدة. take up a new sport، take up a new sport يمارس أو يتخذ لعبة جديدة. بالنسبة للpropositions حروف الجر، amount of كمية من، amount of. ask about بسأل عن موضوع معين، بيجي وراء subject اللي بسأل عنه. care about يهتم به، بيجي معاه care about. catch up with يلحق به أو يعرف، بيجي وراء مفعول catch up with. come of يعني يسقط أو يخرج من مكانه، come of يسقط أو يخرج من مكانه. disagree about يرفض أو لا يوافق أو يعترض على شيء. happy بيجمع with happy with. have a meal يتناول وجبة، have a meal. keep out of يعني يبعد أو يبتعد عن، keep out of. keep ناخد بالنا من حروف الجر، keep out of. look together، look together يعني طبعا هنا look together يغلق أو مغلق. look together، look at ينظر إلى. reply to يرد على. rise up يرتفع أو الأعلى وينهض. spend on يعني ينفق على. start with يبدأ. take place يحدث، take place. tell about يخبر، tell about. wait for ينتظر، wait for. wrap up، wrap around يلف، wrap around، wrap around. write down يعني يكتب، write down. بالنسبة لـ derivatives عندنا achieve يحقق، achievement إنجاز، achievable قابل للتحقيق. allow allowing allow يسمح، allowing السماح، allowed مسموح به كـ adjective. attract يجذب، attraction جذاب، attractive ده attraction اللي هو الجذب، noun attractive جذاب. behave يتصرف، behavior اللي هو السلوك، behavior. behavioral يعني سلوكي، believe يعتقد، believe اعتقاد. believable يعني قابل للتصديق، believable. collaborate يتعاون، collaborate. collaboration التعاون، collaborative تعاوني. confuse يربك، confusion اللي هو ارتباك. confused أو confusing كadjective مربك. encourage يشجع، encouragement اللي هو التشجيع، encouraging ومشجع أو محفز. explain يشرح، explanation الشرح. explanatory تفسيري، explanatory. immunize يعني يحصن أو يوفر مناعة، immunize. immunity مناعة، مناعي. improve يحسن، improvement تحسين، improved محسن كadjective. infect يعدي، infection العدوى، infected مصاب بعدوى أو infectious
يعني الشيء الماضي. injure يصاب أو هنا يجرح. injury إصابة. injured يعني مصاب. introduce يقدم. introduction مقدمة. introductory يعني تقديمي. بالنسبة للفريزز الإكسبريشن معانا operate يقوم بعملية، عملية تشغيل operate. عندنا operation عملية جراحية. operative يعني جراحي operative. perform يؤدي. performance الأداء. performing مؤدي. persuade يقنع. persuasive persuasion يعني إقناع. persuasive مقنع. produce ينتج. product منتج. production إنتاج. productive يعني منتج كadjective. react يقوم برد فعل. reaction رد الفعل. reactive يعني ذو رد فعل. respect يحترم. يا respect اللي هو الاحترام الناون. respected محترم لتصرفاته أو أعماله. respected. support يدعم. support دعم. supporting اللي هو داعم أو مساند. بالنسبة للسينونيم والأنتونيم behave يتصرف. act أو react عكسها. misbehave يعني يسيء التصرف. misbehave. believe اعتقاد. concept يعتقد. faith يؤمن عكسها doubt يشك أو disbelieve شك. boost يعني يدفع أو يعزز أو يحمس. push أو improve يحسن أو support يدعم عكسها hinder يعوق أو decrease يقلل. brilliant رائع أو بارع. excellent بارع. magnificent يعني رائع. ordinary أو عادي يعني طبعا هنا ordinary أو common يعني عادي. celebrate يحتفل. commemorate يحتفل. commemorate. honor يشرف أو يحتفل. reproach يعاتب. reproach أو ignore يوبخ أو يتجال. أو عندنا scold برضو معناه scold يعني يوبخ الشخص. scold. is called يعني يوبخ. عندنا collaboration تعاون. participation اشتراك. partnership عكسها isolation أو disunion يعني عزلة. confuse يربك. distract يشوش أو يشتت. be wilder يعني يشوش. comfort يريح. clarify يعني يوضح. clarify design يصمم. plan device يبتكر عكسها ruin يدمر. mix up يخلط. distant بعيد. isolated بعيد. remote بعيد عكسها close أو near قريب. examination الفحص. observation الفحص. checking فحص. negligence يعني إهمال. negligence. gather يتجمع. assemble يتجمع. collect يتجمع. celebrate يفصل. scatter يعني ينشر أو يبعصر يعني scatter. improve يحسن. advance enhance يعزز. decline يتدهور. deteriorate يتدهور. infection عدوى. contagion يعني عدوى. contamination تلوث. sterility أو sanitation اللي هو sterility التعقيم أو sanitation الصحة العامة. injury إصابة. wound إصابة. harm ضرر. remedy يعني علاج. cure يعني علاج. old fashioned ذو تراث قديم. outdated يعني قديم. old fashionable modern يعني حديث. perform يؤدي. act أو operate عكسها halt أو fail يتوقف أو يفشل. halt أو fail. persuasive مقنع. convincing أو conclusive مقنع. discouraging يعني مثبت أو غير مقنع. unconvincing. pleasure السعادة. enjoyment السعادة. delight السعادة. sadness الحزن. sorrow الحزن. press يضغط. squeeze يضغط. compress يضغط عكسها release أو extend يطلق. react يتفاعل. proceed أو respond يستجيب عكسها seize يعني يتوقف. respect احترام. appreciation
تقدير، esteem تقدير، عكسها disrespect أو dishonor عدم احترام، responsibility مسؤولية، duty مسؤولية، liability يعني تحمل، responsibility عدم مسؤولية، distrust يعني عدم ثقة، separate منفصل، isolated أو disconnected يعني غير متصل، connected متصل أو combined متصل، severe شديد، acute يعني شديد، extreme شديد، gentle يعني بسيط، mild لطيف، share يشارك، distribute يوزع، participate يشارك، gather أو combine يعني يجمع. عندنا suitable مناسب، appropriate أو convenient يعني مناسب، inconvenient أو improper غير مناسب، support يدعم، assistance اللي هو الدعم، aid مساعدة، hindrance إعاقة، discouragement يعني تثبيت، traditional تقليدي، conventional تقليدي، classical تقليدي، modern يعني حديث. بالنسبة لي النوتس عندنا another بجوار اسم مفرد، other اسم جمع أو آخرون اسم لا يعد، others آخرون ولا يأتي بعدها اسم، ممكن يجي فعل بس ما يكونش اسم، else معناه أيضا بتيجي في السؤال أو بعد الكلمات something else anything else everyone else no one else يعني الكلمات اللي بتبدأ بالتعبيرات دي، sign علامة أو لافتة، لكن signal إشارة، إشارة ضوئية أو إشارة تلفزيون أو إشارة إذاعة، landmark يعني معالم أو معالم بارزة للمكان، athlete يعني لاعب رياضي أو لاعب قوة، athletic اللي هو الأدجكتيف منها شخص رياضي لكن البيرسون نفسه athlete، athletic adjective، athletics اللي هي الألعاب القوة اللي هي الألعاب نفسها، athletics is وتعامل معاملة المفرد، athletics is largely an individual sport يعني رياضة فردية، operation عملية جراحية أو عملية إنجاز أو مهمة معينة لشركة بنسميها operation، لكن process عملية لها خطوات، عملية طبيعية، العملية الطبيعية في الحياة بنسميها process أو صناعية لحدوث أو إنتاج شيء، أو عملية إجراء سلسلة من الخطوات بتحتاج خطوات اللي هي process، advertisement إعلان تجاري عن منتج لكن announcement إعلان عن خبر، organ عضو بالجسم، member عضو في المجتمع يعني الشخص نفسه البيرسون، champion بطل رياضي، hero بطل في المجتمع أو في قصة أو في مسرحية، بطل في المجتمع إنما البطل الرياضي بنسميه champion لكن بطل مسرحية فيلم مجتمع بنسميه hero، arrive يصل وطبعا بيجمع at أو in، at للأماكن الصغيرة و in للأماكن الكبيرة بتسويها reach اللي هتطبع بحرف جر، أو يصل إلى شيء معنوي reach his goals يعني يحقق أهدافه، event حدث أو حدث مرتب له مثل حفل موسيقي لكن incident حادث عارض أو غير معتاد يعني وقع له حادث، حدث في فيلم بنسميه برضو incident، the report describes a number of related incidents يعني أحداث عارضة أو غير معتادة، لكن عندنا incident حدث في فيلم، many incidents يعني حوادث، أما accident حادث أو شيء خطأ أو مؤذي أو مؤذي يترتب عليه يعني مثلا حادث سيارة accident، أحمد had an accident حادث at work and had to go to hospital يعني حصل حدث وانتقل إلى المستشفى، special يعني عام، خاص special خاص من نوع خاص يعني للمجتمع كله، I don't want an ordinary wedding I want something special حاجة مميزة أو خاصة، لكن private خاصة بالشخص نفسه أو بمجموعة محددة، he didn't want to discuss his private life حياته الخاصة، menu قائمة طعام أو قائمة أو قائمة مهام إعدادات في جهاز معين بنسميها منيو، لكن لسه قائمة الطعام، قائمة مشتريات، قائمة أشياء أو مهام تم إعدادها يعني بكتبها كده بالإيد أو بعدها لكن دي بتبقى إيه معدة، أو الدور يعني بالخارج عكسها إندور بالداخل، ولا وطبعا محتاجة اسم بعدها ليه؟ لأنها هنا صفة ومحتاجة اسم، لكن outdoors وindoors outdoors بالخارج وindoors بالداخل طبعا adverb ولا تحتاج إلى اسم لأنها بتصف الفعل. بالنسبة للأهم الأسئلة على الـ lesson 1 and 2 different vaccines يعني مصل مختلف were developed to combat COVID-19 space and they were really useful طبعا هنا and to combat COVID-19 infection العدوى طبعا احنا عايزين two answers إجابتين أو طبعا هنا sanitation لا contagion اللي هي العدوى most desert plants معظم النباتات الصحراوية and animals can live on very little water can live on
بتعيش على مياه قليلة can live in أو survive on. All doctors and experts say that a good diet helps you to stay healthy. طبعا هنا to stay healthy أو to keep healthy. To stay or to keep healthy. The temperature is above the space level today. It's nearly 40 degrees. طبعا the temperature درجة الحرارة is above the A. طبعا هنا ممكن أقول fair and fine. طبعا normal level يعني الدرجة المعتادة لليوم. It's nearly تقريبا 40 أو ordinary. قلنا normal أو ordinary يعني العادي. There is a widespread يعني انتشار واسع is because that multinational companies have too much power. طبعا there is a widespread belief اعتقاد واسع ان الشركات متعددة الجنسيات او طبعا هنا belief اعتقاد اللي هو belief او عندنا thought اللي هو اعتقاد thought او belief. He had been running and was breathing hard. The nouns from the verb breathe. طبعا breathe الاسم منها breath اللي هو النفس breath أو breathing breath or breathing اللي هو النفس. The virus has infected many people. الفيروس أصاب الكثير من الناس. The adjectives from the verb infect. الصفة من infect infectious يعني معدي. Infectious يعني معدي. أو infected يعني معدي. Infectious or infected. We arrived at the school late. Lay early to make sure space getting ready. To make sure of. To make sure of getting. Make sure of. أو to make sure about. Of or about getting a good seat. نحصل على مقعد جيد. We need to space ways of improving the workers' efficiency to increase production. لزيادة الإنتاج. We need to طبعا هنا to rely ways ولا to look at ways. طبعا هنا to look at يعني هنا look at ينظر في أن يبحث أو ينظر هنا معناه look at ينظر إلى ways طرق improving تحسين كفاءة العمال أو to study ways يدرس طرق. Anyone interested in space the club should contact the office by post at its address. طبعا interested in joining interested in joining أو interested to join to المصدر. Several train passengers got serious injuries in the crash. يعني حصلوا على إصابات في التصادم. The antonyms of the noun injury. الاسم من injury أو الانتونيم هنا المضاد لإنجري. طبعا إصابة. عكسها remedy يعني علاج. Remedy علاج أو cure علاج. Before doing CPR. قبل ما يجري CPR اللي عملية الانعاش الروي. The patient must be laid flat on the ground. The antonym of the adjective flat يعني مسطح. طبعا كلمة flat يعني مسطح. عكسها حاجة متحركة moving مسطح أو ثابت هنا. Moving أو uneven يعني غير ثابت. More money is needed to boost the industry. The antonyms of the verb boost. Boost يدعم. عكسها طبعا طبعا damage يدمر أو license يحد من. Damage or طبعا هنا أو license. قلنا license معناه يحد أو يقلل من الشيء. My wife يعني زوجتي. My wife. My wife and I have separate bank accounts. يعني عندنا حساب بنك منفصل. The antonyms of the adjective separate. طبعا separate العكس منها. طبعا disconnected. لا هي طبعا دي معناها connected متصل أو طبعا connected يعني شيء متصل أو combined يعني مرتبط. He retired. Immediately هو استقال بسرعة after the end of the war بعد انتهاء الحرب.
The synonym observed immediately في الحال طبعا synonym المرادف instantly يعني فوري instantly أو lately طبعا لا soon soon يعني حالا أو قريبا.